عالية بالرأس، لكن الكرة تتخلص، عادت مرة أخرى المتابعة، والكرة أيضا بالشباك، نعم بالشباك، غالباو، غالباو بعد ضربة كام. شكرا بيني يوهو لوكاس غالباو أبعد الكرة الماضية، لوكاس ينطلق يتقدم. النادي اللي عنده ست أجانب، أربعة أجانب ولاعبين أيضا مقيمين، ست أجانب، نتكلم عن ست أجانب أصل 11 لاعب. كان فيها الطرف الأفضل بالثنائيات الهوائية، الكرة العرضية بالرأس عادل بند الحبابي، نقل الكرة باتجاه أيضا اللعبة، تعود الوصل، الوصل بصورة ممتازة، يواصل نجاحاته ويحقق الانتصار الخامس على التوالي. آخر فوز طبعا في العين، نتكلم عن آخر فوز للوصل في العين، 3-1 عصام درويش هدفين. مرة أخرى لفاندر فييرا، فاندر لكن أيضا الكرة مبعدة من أمامه. أيضا كايو. غالباو بتحقيق الانتصار مرة أخرى ذهابا وإيابا. كرة تعود الآن لغالفاو، غالفاو، غالفاو، راوغ فيها البرازيلي، تقدم البرازيلي، غالفاو، غالفاو، غالفاو. عنده 8 أهداف. كورنادو ومن بيلز وقبل ذلك شوكوروف أيضا. وباقي الأسماء المحلية، هنا عملية المراوغة، غالفاو. العيد في الدور القادم. لوكاس غالباو كرات الأمامية، حاول تمريرة أمامية، داني لامورا هذه خطيرة، فيكتور نقلها لعمر، لكن الكرة غالباو البرازيلي، غالباو كرة الفريقين في قلب الدفاع، فييرا، فاندر فييرا، فييرا نقلة تمريرة سياني، لكن غالباو خلصها، تعود مرة أخرى المحاولة. يراود فريق نادي الفجيرة، فريق اللي بيلعب 4-4-1 الآن بعد الطرد اللاعب لابا. الدفاع الوصلاوي ينقذ الموقف، عادت لبندر من جديد، بندر يحاول ولكن التدخل واحد من اللعيبة المؤثرين جدا بشكل مؤثر طبعا في نص الملعب. ضايع في هذه المباراة، الكرة ملعوبة الآن أمامية، يبحثون عن ليما، لعبة أمامية، داني لامورا، تمريرة لفيكتور، فيكتور بسرعة بنيته، فيكتور نقل على عملية إغلاق ميركاتو الشتاء في قادم الأيام، ولذلك أيضا كان طلب رئيسي من جانب السيد. بعض الكرات البينية الخطيرة بالفعل. اللاعبين في هذه الوضعية الهجومية الآن، ولكن مقطوعة من جانب لوكاس غالباو. لوكاس غالباو مدافع لا شك أمامية ملعوبة، تصل في وسط الملعب الآن لمصلحة فريق داود. داود يحاول يمر، داود يمر، تقدم داود، عرضية ملعوبة عالية، راسية أيضا تتخلص ملابا، ملابا يتقدم، ملابا عرضية بالحمر أيضا تتخلص، بعد ذلك تبعد من دفاعات فريق الوصل إلى خارج الملعب. ثلاث تعادلات مع النصر، الوحدة والشباب الأهلي، 4 خسائر من العين عدنان، يبحث عن الوصول إلى مرمى السماوي في هذا. ويليام جيبور، حاولات دائما موجودة بالنسبة لويليام جيبور، يمشي على طول الكرة لوكاس، يعمل أجمل لوكاس، أحمد علي، خطيرة 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 في البداية الأولى، وكاد بالفعل محاولة كانت ولا زالت، إيه الله على على لمسة لي الله مرة أخرى خطيرة كرة القدم، ولكن تعطي بعض النقاط الإضافية. كيف كرة تلعب؟ هني عبد الله كاظم، عبد الله عرضية عالية خطيرة المحاولة. الشوط اللي كان متوقع مدرب كريستوس كونتيس قال بأن الثقة اليوم ولا بديل سوى الفوز، ابدا اي نتيجه اخرى غير مطلوبه. المباراه القادمه مشاهدينا الكرام في معقله في زعبيل.
الأول في الطرف الشمال جورج دوبينغ في الرقابة يا سلام على المرور المرور رايان مينديز في لقطة كذلك إلا إذا كان لإيغور رأي آخر الكرة تتخلص والكرة بالتالي تعود لمصلحة نادي الوصل خميس إلى غالفاو غير الاتجاه غالفاو وليد كريستيان يحاول الإسباني يؤكد بأنه قادم بقوة في هذا الموسم مجهز نفسه بشكل الكرة بعد ذلك عادت مرة أخرى شخصيا أرى بأن النصر سيكون أفضل من السنوات الماضية يرتقي إلى المستوى المطلوب وبالتالي الحلم الجديد والأمل